الرخاء والتنظيم والثبات والانتصارات المتوالية. بروباغاندا أحسن تنظيم داعش تسويقها في العالم الافتراضي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الواقع على الأرض مختلف تماما. فما أنفق التنظيم مئات الآلاف للترويج له عن دولة افتراضية قوية وجيش لا يهزم، عره من الصحة مقطع فيديو عكس جزءا من الواقع. ارتباك وسوء تنظيم وضعف في التنسيق وذعر وخلافات على تكتيك القتال. مشاهد تعود بحسب البيشمركة التي نشرت الفيديو إلى 16 من ديسمبر الماضي، حيث عثر عليها في كاميرا جو برو مثبتة في خوذة أحد مقاتلي التنظيم الذين قتلوا بعد معركة استمرت نحو 12 ساعة. القتال بدأ يومها في الرابعة عصرا واستمر حتى الثالثة من صباح اليوم التالي. انتصرنا على داعش بمساعدة الضربات الجوية وعدنا لتفقد الجثث والسلاح الذي تركه التنظيم، ووجدنا هذا الفيديو في كاميرا بخوذة على جثة أحدهم. زينة رواضي، العربية.